أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. نحن قيادات مجلس الأعلى لدارة حليف السودان بقيادة السلطان صديق آدم عبد الله ودعة، والإخوة قيادات المجلس الأعلى لدارة حليف السودان والإخوة النظار والأمراء والملوك والملوك والسلاطين، قدمنا إلى مطار القاهرة الآن لنعزي فقيد شباب السودان. ابننا محمد ابن سعادة الرئيس قائد العام لقوات الشعب المسلحة، رئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. نحن الآن في هذا المطار، مطار السودان الدولي، نعزي شعبنا السوداني جميعه في فقد هذا الشاب والذي نعتبره ذهب إلى الله سبحانه وتعالى راجيا عنه مرضية لحادث حركة أليم ألمنا جميعا وفارغنا في هذه الأيام الطيبة لفراق أبكانا لما له من قيمة في وسطنا، حيث أنه شاب يافع يسعى بين الناس بالحسنى دائما. عهدناه شاب كريم وابن فاضل من أبناء السودان. نحن نعزي الأخ الرئيس، ونحن علمنا بهذا العزاء من أخونا سعادة اللواء الهادي محمد سلمان. قدمنا بعد أن سمعنا هذا النبأ قدمنا إلى المطار لنعزي الأخ الرئيس القائد في هذا الفقد الكبير والذي نعتبره فقدا للسودان في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان في معركة الكرامة، حيث يقود الأخ الرئيس هذه المعركة بأخلاق وقيم جيشنا العظيم، ويقود هذه المعركة بأخلاق الشعب السوداني الأبي، نصرا مؤزرا من الله سبحانه وتعالى لجيشنا الوطني، ونصرا مؤزرا لشعبنا السوداني الأبي في هذه الحرب، حرب الكرامة التي يقودها أنجاس مناكيد من دول العالم كلها تجمع على السودان في هذه الأيام. ونحن نقول هذا ونعزي أنفسنا قبل أن نعزي الأخ الرئيس، لأنه فقد مواطن سوداني واحد بيألمنا جميعا. نحن أهل الشعب والأرض في السودان نعزي باسمهم جميعا على امتداد المليون ميل مربع في سوداني الحبيب، شاكرين ومقدرين، والعزاء موصول لأهلنا بجندته بنهر النيل وبالسودان جميعه في فقد هذا الشاب الذي ألمنا جميعا. تقبل الله سبحانه وتعالى مع الصالحين وجعله الله سبحانه وتعالى في مكان عزيز، مكان طيب في جنة عرضها السماوات والأرض، عدة المتقين مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والمتقين. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. شاكرين ومقدرين لكل الوفاد التي وفدت لهذا المطار من سلاطين ومكوك وملوك وأمراء ونظار وعمد الإدارة الأهلية بالسودان من شتى أقاليم السودان. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.